ليتود هي متعمقه على لونفيرونمون وشنو هما العوامل اللي يقدروا يرجعوا اللي كيقدروا كيبانوا بحال دي كونترانت وكيولاو هما لي زافونتاج. منهم الريح, يعني حنا كنعرفوا ان هي مدينه الرياح وحنا استعملنا هاد الرياح باش نرجعوا المشروع يفونكسيون اوتور دو هاد الرياح, ستادير كترجع هي لا فالور ديالو المهمه. المساله الثانيه هو ان هاد التصور خاصو يحافظ على المنطقه ديال الخليج ديال الداخله, وخاصو يحافظ حتى على المنطقه اللي متوجهه للمحيط الاطلنطي, وخاصنا نحاولوا نديروا واحد التصور اللي كنسميوه دابا سمارت فيل. اذا هي مدينه ذكيه, ذكيه فاش في لا جيستيون ديالها, كيفاش كتستعمل وكيفاش كنستعملوها وكيفاش هي كتستعمل كاع الطاقات اللي فيها, لان حنا كنهضروا على الطاقات المتجدده ويمكن نستعملوهم في وسط العمارات وسط البنيان, يعني في سو كيفي ان باتيمون الحيوطه ديالو الشراجم كيفاش نقادو لي كارتي. وحنا حاولنا نستعملوا هادشي في هاد التصور هو اللي عطى النتيجه ديالو هاد لو بلان ديال الداخله سمارت سيتي. اذا حنا هنا التصور ديال الداخله سمارت سيتي عندها واحد لا سونتراليتي اللي هي كتقرب جميع المرافق من المواطنين, هذه من ناحيه. من ناحيه الاخرى حاولنا نتعاملوا مع لونتري دو فيل و لا سورتي دو فيل. اذا درنا واحد لا ديفياسيون ديال الطريق اللي كاينه على الخليج الداخله باش نرجعوا لا بي سي زون داكتيفيتي ما فيهاش الحدود, ما عندهاش لي ليميت, اي اون ميم طون كنحافظوا عليها كنبروتيجيوها بواحد ليكرون فيجيتال وكنحلوها كومبليتمون المناطق اللي هي ترفيهيه وفيها توريزم دافير توريزم داكتيفيتي. الحاجه الثانيه هو انه كله هو هاد التصور ديالها اورينتي باش يحافظ على المناطق اللي هي كنتمشاو فيها لي بلاس من الرياح. اذا هنايا كاملين كنتمشاو في واحد لي زون اللي هما يبروتيجي وكنحلوا ا بارتير دو هاد لو بارك على الجهه الثانيه اللي هي متوجهه للمحيط الاطلنطي واللي درنا فيها حتى هي اونكور اون فوا ان توريزم دافير اي داكتيفيتي اي اون فوا اللي كتربط هاد المدينه الجديده مع لو بور ديال الداخله وكتربطها مع لا كوت اتلانتيك لا زون اغريكول اللي كاينه لتحت. هنا كاين واحد التنوع في لوفر ديال السكن, لان حنا بغينا اون فيل اللي هي ديناميك واتراكتيف. في الدخلات ديال المدينه حطينا دي زيكيبمون اللي سيعطيوها واحد البراندين اللي هو ديال السياحه ولكن ديال التكنولوجيا بجوج, لان بغينا مدينه اللي هي تكنولوجيا ولكن وسياحيه بجوج بهم. اذا حنا استعملنا شنو هي عندها كاتو طبيعي ناتوريل وزدنا عليها واحد لو كالك جديد اللي هو كيفاش غادي نرجعوا الشمس اللي فيها الريح اللي فيها الرياح اللي كاينين بحال دي زيليمون دو بيرفورمانس اوربان. اذا اللي هما كيخليو انه ما نستعملوش الشوفاج ما نستعملوش الكليماتيزاسيون تكون عندنا واحد الدرجات ديال لا لوميير لي لومونوزيتي عاليين, يكون عندنا واحد الكونفور ملي يكونوا كنستعملوا ملي يكونوا كنستعملوا مدينه ولا كنستعملوا البنايات او المساحه. اذا هو المساحه الاجماليه ديالها 275 هكتار, وحنا حاولنا انه لا دونسيتي ديالها تكون قليله ولكن نطلعوا لي اوتور في بعض المناطق. هو هذا كامل, اذا هي هذه كامله. وعندنا هنايا سو كنابيل حنا دابا لو تريونغل كونيكتور, واحد المثلث اللي هو يا كيعطيها واحد لا سونتراليتي وتعطيها هويه اكثر من هي غير توريستيك فينونسيير اب اكتيف تكنولوجيك سمارت. وكلهم المياه العادمه ديالها كتريطا في وسط المدينه قبل ما ترمى للبحر اولا كتستعمل ليغيغاسيون يعني السقي, والهدف منها هو انها تكون اون فيل فيفابل ا ديمونسيون هومان اللي الناس يقدروا يعيشوا فيها ويلقاو كاع المرافق. وانه واخا تطور بشويه بشويه يعني غتطور عبر مده واحد المده زمنيه في كل مره عندنا كاع المسائل اللي كنحتاجوهم في المدينه. اذا هي لي فيت دو بيتي سونتر.